استمتعتنا شيخ عبد الله بالحديث عن العفو، صلى الله يكتب أجره جزاك خير. هي رسالة لكل مشاهد، فرصة في هالليالي المبروكة الإنسان يعفو حتى يعفو الله عنه. الله لو يوقف راتبنا هالحين الشهر ده يوقف الراتب، ايش رايك يرضي صدورنا ونضيق؟ ها نضيق ولا تبعث توقف اعمالنا؟ الله الله الله. أنا أوقف راتب الواحد لو يخصم من 100 ريال، ما هو يوقف يخصم من 100 ريال. تلقاه طول عمره يراجع ويدابس علشان لكن يوقف عمل الواحد مصيبة. ما في العمل. وطوله بيعني طول عمره يجي كله 5000 على الأعمال. شيخ واضح. ولا يرفع العمل. لا لا. عنده خلاص، هذا عنده خلاص. أهم شيء الراتب ولا الأعمال. واضح وش والله هذه المقارنة اللي في محلها يا أبو. دخل محمود. إحنا ما نعرف. نايف خطير أبو نايف. اسمع ابو نايف درر صحيح، هي اساسا بالحجاز بعدين عاد لك الكلام الشيء بشيء ذكر عز الله عز الله اصلا سبحان الله. يقول اهل العلم كثير من السلوكيات حرمها الاسلام عشان ما يصير في عداوه ولا شحنه، يعني مثلا الهمز واللمز ويقول لك هو مزل ومزه، ليش؟ قال تسبب عداوه، الغيبه، النميمه، اطلع عنك على قص على هذا كثير كثير يا شيخ نايف عنك الله يسلمك. اطلع عندي اولى عندي اطلع اطلع بيدي 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 وانا حرم الحرام انا بحرم الحرام بس ما مشيت معك هذه عندي ولا عندي دائما اقول اشبع عشان هنا خدمه ذاتيه عشان ما يجادلوني اقول حرمت حرام عشان ما حد يجادلني اتركوه حرمت حرام وانا اسلم من يمين واسلم والله زين انا حرمت لا حرمت من الدهر اللي بي منديل ولا شيء يا جماعة. فطورنا على الهواء يا شباب. على الهواء وعلى الماء وعلى اليابسة وعلى كل. عطيناهم. شيخنا. أبو عبد العزيز. ما شاء الله دائماً ما شاء الله أذانك جميل ما شاء الله تبارك الله. بالله عيد خلينا نسمع ثاني مرة. ليش؟ يفطر. خاطي بالشيخ يفطر. عمره موجود. غايب. غايب. جازت لك ال. الخواضة يا خالد. خالد يعني أنا أول مرة إحنا ما نقلط على الصغر فبيت يعني ما ندري عاد في ناس يقول أبو عبد العزيز الخبز اللي عندك الضفة اللي هنا يحتاجونه طيب سم جزاك الله خير شربة تجيك عادي لا خليه لا لا خل الباقي هناك هذا يكفينا هنا خلنا تبيه هذا ناك خلنا ناك ما هذا لا انت مع الحمص هذا نقيم والله شيخ عبد الله سلمت لبيك قربوا الحمص لشيخنا ابو قريب قريب بوديم بوديم غير بس على الطرق يلعب لا والله ترى بعيد الله يرنك حكم راية ما شغل الشاشة لكن في بس ترى ودي بعد هذه بس لازم الحمد لله على النعمة والله يدعي يا شريف الحمد لله الله يسعدك إذا شغل الشاشة الحمص على كيف كيف تلقمنا على صلاه للعيد الحمد لله الله لك الحمد لله كم الخير لخيرك الواحد اشبع بالشوفته الحمد لله والله من كثر النعمه الله ما والله من جوف البيت يقول وش نسوي عشاء يحترم في العشاء يقول وش نسوي يا رب هذا من زود النعمه يا الله شكرا يا عم شريف هو نوع واحد الحمد لله واحد في عمره اصعب علينا مره متعبه زعود لا يبينا من جهة العيش جهة كبس شايف ايه خلا مع القهوة عشان أما مع القهوة تقيل الشيء اي نعم هذا لاجه العيش ضاك وقامت الأم المسكينة من رحمتها ومن خوفها عليها بقت لها شوي ولحصت في جدر ودست لها تحت الزهار وهم بدو شايف الحمد لله يرفع قدرك الشيء اي والله يوم الورع كل ما له زود العلم اي قال الشيء هناك عرفته وبالأول ما قال وجبة واحدة في اليوم ترى ما فيه ثلاث وجبات. إيه نعم.
ذلك احد الشباب سالوه قالوا ما رايك من اكل وجبه؟ قال هذا اكل الانبياء. قال طيب ما رايك من اكل وجبتين؟ قال هذا اكل الصالحين. قال طيب ثلاث؟ قال قولوا لاهله يجعل له معلف. هذا خلاص ما عاد وراها شيء. الحين خمس وجبات. الحين كم؟ الحين كم وجبه؟ خمس وجبات. فهو جاء وقت الوجبه زعل. قال فهم قال ابوه انا وريها. وريها منها حطت جذيت هذا الذهب ودسته. جاء الشايب العمر وقرش اللي موجود من العيشه حط المسار حصى. عرف السر. اي وريا منه جاء الامه قالت رح انا ابوك انا امك حتى الذهب في قاع مره احنا شلون ناخذ من عند يا جد ربنا ما قد حصل. وليا ما عاد يطبخ لا مطبخ وجبه واحده ما عاد يطبخ وجبه ثانيه راح الحبر الحاله بسيطه يخدمك وابوه يحلف على ما تحطين غير الوجبه هذه ملحيه؟ لا لا جلس اليومه بدون غداء اليوم الثاني ويزعل وياخذ العود وكل الوجبه ويجلس بدون اليوم الثالث ويسابقهم على الوجبه اول ما يجلسوا على الصحن عقل خلاص إيه عقل خلاص ذاك الجوع إيه ذاك الجوع ما في غير وجبه واحده الحين لك الحب اصلا فيها ترتيب الحين في ترتيب إيه؟ الحين عمره يروح يطلع عمره يدق على المطعم اللهم لك هالنعمه الحين كل العام باي وقت من فوق بس العيشه طريقه استعمال المباح تلقى المطعم كل واحد ما عاد يجتمع على صح وراك لما نجي ترى مشكله الله يديم النعمه هذا خبير شيخ ما ادري والله يطبخ ثلاث دور وقدور. هذا دور واحد. كل الناس قبل ما تعرف ضاعت قبل وجبه واحده. من اول هذا مجتمعنا على وجبه واحده. هذا هي غرفته. لا لا قريب قريب. والوقت فطير. المشكله ما عندنا هذا يصحي وهذا خالص في لبن ولحم. اي حزه ما يدري. لبن ولحم وخبز بعد كلنا بجواله وكلنا باكله خاص. الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها نسال الله يرجع لنا جسر عليهم بس 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 خلاص رمضان وما جتنا ما تصلح برمضان هي هي ما تصلح برمضان صح بلاها ولا تصلح غدا عشاء ولا عشاء ولا انت نايم ثقيله وش هي الوجبه ذي مليحي كذا مليحي ايه وجبه شماليه هي لا خلاص خلينا من بر ولا لبن ولحم ورز وخبز ما شاء الله دهن كلها سوا اي نعم هذا مو المنسف داش هو زيه حوله اي اخف منه والله بس هي المنسف صح علاج ايش هذا الظاهر صراحه اقول ما تصح الا فيشته تنطح البرد البدو قبل الحين اذا جاء الشتاء استخدموا الزب الزب هذا غلط انا ما استخدم الورق ابو نايف والصح السمن بلاستيك روعونا الزب ترى يستخدم الحار تجنبه دكتور نعم الصيف مره الزبد في الصيف جزاكم الله من فضلك ترى هالحفر اذا قاموا بدري نقول افطر وهجا في الخط لا والله عينينا عيني الله خير خلاص تمام يا خلاص بس اللهم لك الحمد. من جاء قهوه الشيخ. بس نطلع. شايف يقول لعياله لعيالي انا احدثكم بالفقر مره بنا واخشى ان تحدثون ابنائكم بنعمه مر بكم. الله يستر. اي والله. الله يرزقنا الشكر. النعمه اذا شكرت قرت. الله يستر. واذا كفرت فرت. نعم. الله يرزقنا شكر النعمه. ما طعامكم قالت الاسودان الاسودان التمر والماء احنا شوف اللهم لك الحمد والله الواحد الحين في السفره ما ادري وش ياكل اي والله ودي ياكل كل شيء الحمد لله
يشبع ما بعد خلص خلص. الحمد لله يا رب لك الله يرزقنا الشكر. الله في الوضع. ايه حبوي ايه لما ادري من يطلعونه تبي نروح يوم مرتنا طالعين بكشتة تمشي في العمر ألف منه خلص اللحم اللي معه خلص ما بقى معنا الرز طبخنا قال عاد واحد معنا قال هذا يوم يوم الكشعب عام خلاص يعني ما تكشف ما عاد فيه الا شيب عامل حتى الصحابة الجن نعم حط لك مساحن والله سيوى الخضر يخبطون الشجرة لا بأس قليلا من القشرة جزاك الله خير الحمد لله الحمد لله تعافي العافيه تعافي العافيه. احنا عندنا الشوط الثاني بعد الصلاه الله الشوربه الشوربه عقب الصلاه الحمد لله في ضربات ترجيحيه كل المباراه خلصناها شوط الاضافيه والانتهاء لا عندنا شوربه عقب الصلاه ان شاء الله وعشان يكملنا قصه ابو بعد الصلاة بس. أمك مثله. إيه بعد الصلاة وقبل الفاصل. لا لازم تجيب لنا قصة اليوم. أمس سمح لك سالم حزام. أيوة ما قصر والله هو. هو كان بيجي اليوم. وين أبو حزام؟ كان بيجي. هو بيجي ضيف. الله يحييه والله أبو حزام. وجوده مكسب ومثري وطلعت على الشاشة. والله ليته حضر لكن. حزام شاعر صح؟ فاته نص عمره على قولته ما عليه بيجي ان شاء الله الحلقة اليوم ما شاء الله مليانة بيجي ان شاء الله لا اله الا الله الحمد لله يأتي به الله افطر عندكم الصائمون وكل طعامكم افضل وصلت عليكم الملائكة يعني كلنا شفت خليك راحتك ما في ضيف يسعدي انا مدري طيبة وفاضها طيب مع العافية طيبة مع العافية الله يجعلنا وياكم دائما بعافية سبحان الله يكون الإنسان إذا فقد العافية فقد اللذة بكل شيء يذاك يقول مسكين اللي تحسب الوالدة شوية العافية لو تنشر وش تمنها كل أمانيك تنتهي ترى بارتفاع درجة الحرارة مرة ترتفع درجة الحرارة تنتهي أمانيك كلها ما أنت بلا العافية ما أنت بلا السلامة فقدنا اللي صار في كورونا فقدنا الطعم نعم يعني. ما لا سبحان الله انا كنت اتوقع يوم الايام ان يعني لو الانسان قدر الله يجعله يكون دائم خير وعافيه في حواسنا لو قدر الانسان يفقد حاسه من حواسه ربما كان اخف حاسه اثرا وضررا حاسه الشم حتى قرات مقاله لرجل اديب فاقد الحاسه هذه والله يا اخواني يعني راجعت حسابي في هالفكره اللي كنت يعني افكر فيها احنا انه حاسه الشم ليس لها اثر يعني حتى انه يحكي عن واحد يعرفه هو يقول انه مات رحمه الله وكان الغاز منتشر في البيت وما يدري ريحه الغاز قابع البيت وكانت هي سبب وفاته يقول الغاز يعني مليان ريحه الغاز فاقع في البيت واشتعل الغاز ومات الرجل جميل يقول بحسه الشم ما شاء ما شاء ما ترى منهم هو حسب انه بسيط الامر يسر بينك ربما تجلس في مكان الله يكرمكم الملائكة والسامعين فيه نتن في رائحة سيئة وأنت ما تدري ربما تجي في مكان الناس تستمتع بالطيب وتستنشق الطيب ومستانس ويمدحون الطيب أنت ما تجد الأثر خشن ليش فضل شو اللقمة قبل ما تروح للطعام قبل ما تأكل جميل حارس ها تنفتح الشهية قالك إيه من الحكم ذي والله يا أبو نايم أنت بزاهد خطير والله يا أبو نايم سكرتي الخشم على الفم سكرتي لأنك ممكن تجيب شيء سبحان الله يعني تخيل خشمك مثلا فوق راسك الله يكرمك ويمتن بحواسك يعني عشان تبغى تأكل لازم تشمم من فوق ثم تعوذ
لكن الله جملك وخلقك في احسن خلق. صحيح صراحه الله يدعونا للتفكر نقول وفي انفسكم افلا تبصرون. شو ضحكك يا دكتور؟ اي نعم يا اخي سبحان الله. انا عجبتني فكره الشيخ اني يعني لو فقدت هذه كم انا في هذه النعمه. يعني بعض الناس يعني من زود النعمه ينسى انه يتفكر في النعم التي هو عايشها، فلما يفقدها يجي على سرير المرض يقول يا الله. لكن ليش ما يكون لنا استشعار وتفكر قبل؟ ونشكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء حتى في الشده. الله سبحانه وتعالى ما ينسى على سبحانه وتعالى. خاصه الحاسه الناس ترى تشوف الاعمى وتشعر فعلا النعمه اللي فقدها، تشوف الاصم الابكم تشعر المقعد، لكن اللي ما يشم يمكن كثير الناس ما يحس في معاناة اللي جالس يعانيها. إيه لو فكرت في الحاسه العظيمه جدا واثرها الكبير عليك اللي الله يرزقنا الشكر يا رب على كل نعمه نعم بها سبحانه وبحمده. أجل تخيل شكلك أبو عبد العزيز. فهذا يعني أنت لما تتفكر في نفسك تخيل يعني لو الخشم هنا ما هو لازم، لأنه هو الآن إذا جيت داخل اللقمة يشمها الخشم يناظر هي مقبولة ولا غير مقبولة، لكن لو شمها لأنه مبزينة عرفت كنترول و صراحة جاتني رسائل واجد من الشباب الحمد لله في هذه الساعة المباركة. أبو فراج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أبو عبد العزيز ولكل من معكم، حلقة مميزة وضيوف مميزين، جزالة وصدق وإحساس وقصيد راقي وأصوات وإلقاء رائع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.